السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد. فيديو جديد من إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال، دائما في إطار الغسيكلاج وإعادة تدوير النفايات الصلبة واستعمالها وإعادة يعني استعمالها بطريقة فنية والاستفادة منها. فالفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على ديكور، يعني ديكور للحائط اللي غادي نستعملوا فيه هاد الأسلكة، اللي هما الأسلكة يعني ديال النشار، أو تقدروا تاخذوا النشار يعني كان عندكم قديم ولا شي حاجة. بالنسبة لهذوك هاد لي برونش ديال الورد اللي تيكونوا عندنا ما بقيناش مستعملينهم، تقدروا تستغناو عليهم، تستعملوا غير يعني ترسموا جذع شجره بالكرتون. انتما تشوفوا يعني الشكل ديال هاد الديكور كيفاش غادي يكون، اولا هاد لا دي اي واي. وكذلك غادي نحتاجو هذوك لي بو ديال الياغورت اولا ديال الكريم بولي اللي ديجا سبق ليا وصايبت لكم بهم ان طابلو اون 3 دي، اللي غادي نخلي لكم لوليان ديالو في لا بار دانفو بالنسبه اللي مازال ما شافوش وبغاو يشوفوا يعني هاد الفكره ولا دي اي واي. وكذلك سبق ليا ودرت لكم واحد لا دي اي واي بهاد الاسلكه ديال النشير، كذلك راه سبق ليا ودرت لكم بهم واحد الفيديو اللي مازال ما شافوش وبغيتوا تشوفوا يعني فكره اخرى بهاد المكونات، فغادي نخلي لكم فيديو ديالو في لا بار دانفو، نيزيتي با تشوفوه اللي نتمنى يعجبكم. ونيزيتي با تخليوا ليا لي لايكات ديالكم والتعاليق زوينه ديالكم، وكذلك الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. وبهذا غادي ندوزو يعني الطريقه كيفاش غادي نصايبو هاد الديكور. اول حاجه غادي نحاول انني غادي نصايب سيركل اللي هنايا انا استعملت فيها جوج الاسلكه، يعني غادي يكونوا عندي جوج الملاقيات. سينو الا كان عندكم نتوما سلك اللي هو طويل بزاف غادي نستعملو فقط، يعني غادي تكون عندكم فقط ملاقيه وحده. انا هنايا اختاريت انني غادي نلاقيهم بمسدس الشمر، وكذلك حاولت انني نغونفورسي هذيك الملاقيه مزيان بواحد الخيط اللي هو رقيق بزاف. هذه الطريقه يعني باش غادي يكون يعني صحيح مزيان. وبالنسبه لهذيك الملاقيه فراه ما غاديش تبان، حيت من بعد غادي باش غادي ندير الديكور غادي نكاشيها بالديكور، يعني ما تخافوش منها، يعني الا درتو شي ملاقيه ولا شي حاجه حاولوا غير فقط باش غادي نجيو ديروا الديكور من الفوق تكون كاشيه وصافي، يعني ما غاديش تبان. غادي ندوزو دابا الديكور اللي غادي نديرو في الوسط ديال هاد السيركل. انا اختاريت انني غادي ندير على شكل شجره اللي غادي نحاول انني نصايب يعني الجذع ديالها والاوراق ديالها والاغصان ديالها، يعني على الطريقه اللي تتبان لكم نتوما، تشوفوا يعني نتوما كيفاش تبان لكم نتوما غادي تصايبوها، وميم طون تتحاولوا انكم تاخذوا يعني تعطوها واحد الشكل اللي هو مميز. وها نتوما معايا باش تشوفوا الطريقه الى الاخير. هنا الى طاب ثانيه غادي ندوز باش انني غادي نصايب واحد الغصن، يعني ولا غصن ديال هاد الجذع ديال هاد الاوراق اولا هاد الجذع ديال هاد الشجره بهاد اللي غاسينه ولا هاد الجذوع ديال
الورد اللي سبق ليا ديجا قلت لكم يمكنكم انكم تستعملوهم، تتحاولوا انكم تحطوهم يعني على الشكل اللي تبان لكم بهم، تعطيو شكل شجره او لا شكل مميز، تعطيو واحد يعني واحد تشوفوا واحد النظره يعني تبان لكم شنو باغين ترسموا بهم، تبقى على حساب الشكل اللي نتوما باغين تعطوه لها او الشكل اللي نتوما اختاريتو انكم تجسدوا به هذا الديكور ديال الحائط. هنا غادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب، غادي نحاول كذلك انني غادي نصايب هذوك الاسلكه كاملين، غادي نحاول انني نديرهم على شكل غصون اللي هي متدليه من هذيك الدائره، وكذلك غادي نحاول انني ندير بعض الغصون اللي هما يكونوا طوالين باش يشدوا في هذيك الدائره، باش نحاول ان باش ملي تعلق تكون شاده راسها مزيان، وكذلك ويعني وهكذا غادي نكمل هذا الايطاب ديالي الاولى باش غادي ندوزوا للايطاب الثانيه. وها نتوما معايا وانا تنكمل هاد لا بروميير ايتاب، نخلي لكم فرصه انكم تهبطوا اسفل الفيديو وتضغطوا على زر الاشتراك، الزر الاحمر اسفل الفيديو، باش تدعموا القناه بالاشتراكات ديالكم واللايكات كذلك. ما تنساوش تخليوا ليا لايك الفيديو، كومونتير كذلك، يعني فيه اقتراحات ديالكم، فيه اراء ديالكم، وكذلك كيفاش جاكم الديكور او الفكره ديال الغوسيكلاج واعاده استعمال نفايات صلبه يعني بطريقه فنيه. نتمنى تخليوا ليا الاراء ديالكم في الكومونتير اللي هي دائما تناخذها بعين الاعتبار، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من الفيديوهات الجديده والحصريه. ودابا غادي ندوزوا للليطاب الثانيه اللي هي غادي نستعملوا فيها هاد لي بو ديال الكريم برولي اولا ديال هاد الياغورت، اللي غادي نحاولوا اننا غادي نقطعوهم على اربع قطع وغادي نرسموا بهم الشكل ديال ورده صغيره يعني في طور التفتيح او لا وريقه صغيره، يعني نوريكم الشكل اللي غادي تعطوه لها. هذا فقط يعني شكل اللي هو بيرسونيل، تقدروا انكم تديروا اشكال هي اخرى على حسب الاختيار ديالكم، طبعا تبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. فهاد لي دي اي واي هذا هو الهدف ديالها، يعني تتصايبي واحد الحاجه اللي هي بالشكل اللي انت باغيه يعني والديكور اللي انت باغيه تعطيه ليها على حسب انت شنو كتفضلي من يعني من اشكال. وهنايا انا حاولت كيف ما تيبان لكم تنظن ان الفيديو موضح، قطعته على أربعة وحاولت انني ندير ليه على شكل يعني وريده اللي هي صغيره على هذا الشكل. اللي غادي نحاول انني غادي نعاود لكم الطريقه مره اخرى باش تكون موضحه، وغادي ندوزوا للطاب الثالثه. فكان هذا هو الشكل، يعني هذا هو الشكل اللي قطعتهم عليها. ودابا غادي ندوزوا للطريقه الثالثه باش او الرابعه اللي غادي نحاولوا اننا نلصقوا فيها هاد الوريدات على الشكل كيف ما كيبان لينا حنا، يعني نحاولوا اننا نديروهم على شكل وريدات اللي هما متدليين من هذوك الغصون. تبقى حنا غادي نلصقوهم، حنا كيبان لينا يعني البلايص فين غادي نلصقوهم، تبقاو اختياريين بطبيعه الحال. وهكذا حتى غادي نسالي هاد الوريدات كاملين، وغادي ندوزو كيفاش يعني غادي ليطاب يعني اللي من ورا هادي. وها نتوما معايا
وهنايا كيف ما تتشوفوا من بعد ما لصقت هاد الوريدات كاملين بدات يبان الشكل ديالها النهائي. وغادي ندوزوا يعني كيفاش غادي نلصقوا كيفاش غادي نصايبوا هاد الوريقات اللي غادي نزيدهم في هاد الشكل باش يعطي يحاول انه يعطي شكل ديال شجره. يعني الطريقه فهي تنظن انها موضحه في الفيديو. غادي نحاول انني نرسم بحال نصف ديال ورقه يعني ولا ورقه ديال الشجر، ومن بعد ما غادي نقطعها غادي نحلها فغادي تعطيني يعني على شكل وريقه اللي هي صغيره. ومن بعد غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نحاول انني نصاوبها، يعني تعطي شويه لغولياف باش تبان شويه اون 3 دي. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نلصقها يعني بشكل نقدروا نقولوا عشوائي اولا، يعني شكل كيفاش كيبان لينا باش انه غادي يعطي شكل مميز باش يبين لينا الشكل ديال الشجره يعني على هذا الشكل كيف ما تشوفوا. وغادي ندوزو باش غادي نكملوا ليطاب يعني اللي باقي لينا اولا ليطاب الاخيره. فهنايا من بعد ما ساليت التلصيق ديال هذوك الوريقات والوريدات كذلك صغارين، غادي ندوز انني غادي نحاول هذاك الجذع غادي ندير فيه خطوط بمسدس الشمع. غادي نحاول انني نعطيه يعني لشكل جديعات ديال الشجره او نعطيه ديغولياف باش نحاولوا اننا نعطيوه شكل اللي هو تكون مقارب للشكل الطبيعي ديال جذع الشجره. وبهذا غادي نكونوا سالينا ليطاب ديال التلصيق. ودابا غادي ندوزو ليطاب ديال الصباغه. انا هنايا حاولت انني غادي نصبغهم بالشكل اللي هو عفوا باللون دوغي بالصباغه ديال البومبا اللي تنفضلها دائما، فهي صباغه يعني تجي سهله وميم طون تكون الفينيسيون ديالها احسن، يعني ما كيبانوش هذوك ديك الرماج اولا ديك الخطوط ديال البانسو ملي تنصبغوا بالبانسو. وكذلك فهو دغيا تينشف على الصباغه ديال البانسو وكذلك ما كتاخذ ليناش وقت كبير. فهنايا من بعد ما نشفات كما تتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، تجي على هذا الشكل. بقات لنا ايطاب اللي هي ايطاب الاخيره اللي بامكانكم تستغناو عليها الا فضلتوا انكم تخليوها على هذا الشكل اللي هو شكل نحاسي. انا تنفضل انني غادي نزيدها لي بايات وغادي نزيدها الصباغه اللي هي ارجونتي باش نعطي شويه بحال ديغولياف هذوك لي فلور ونعطيهم كذلك شكل اللي هو مميز. كيف ما تبان لكم في الفيديو فهو موضح. وبالنسبه اللي تشوفوا الفيديو لاول مره نيزيتي با دابوني لايك الفيديو، خلوا لي تعليق زوينه ديالكم، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من لي دي اي واي واعاده استعمال نفايات الصلبه والغوسيكلاج دائما للحفاظ على البيئه بطريقه فنيه بطبيعه الحال والاستفاده منها. نتمنى لدي اي واي ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى هاد يعني هاد لدي اي واي تحاولوا انكم تجربوها اولا يعني تكون لها نتيجه زوينه الا جربتوها. يعني هذه الطريقه حاولت انني نقرب اكثر الكاميرا باش تبان لكم يعني من الاحسن باش يبان لكم كيفاش صايبت هذوك الوردات. هنا حاولت انني فقط ندير فيها الصباغه اللي هي ارجونتي، حاولت انني تكون الصباغه شويه فونسي في التحت ديال الورده، ومن بعد تبقى غاده وهي ديغرادي. حتى لي بايات راني درتهم في التحت ديال الورده، درتهم لي بايات اللي هما غري فونسي ارجونتي فونسي، ومن بعد يعني غادي داك الديغرادي ديال ارجونتي اللي هو كلير بزاف. فكان هذا هو الشكل النهائي ديالها، يعني عطات هذا الشكل من بعد هذا ليطاب.
بالنسبه لكم انتم تتفضلوا هاد لي طاب اولا لي طاب الاولى بامكانكم تخلوها ليا في لي كومونتير. دائما تنقول لكم تهموني الاراء ديالكم لي كومونتير ديالكم والافكار ديالكم كذلك اللي دائما تناخذها بعين الاعتبار و تنفرح بها بطبيعة الحال. وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو. بالنسبة دابا غادي ندوز باش غادي نعلقها وتشوفوها كيفاش تجي يعني وهي معلقة وهانتوما معايا إلى نهاية الفيديو. وشكرا لكم مرة أخرى وإلى فيديو قادم بإذن الله ودي آي واي جديدة إن شاء الله دائما في هذا الإطار.